Kudüslü Ömer Reşte sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldıktan sonra dedesinin kabrinin bulunduğu Yusufiye mezarlığına geldi. Dedesinin mezarı başında dua etmek isteyen Kudüslü Ömer, işgalci İsrail sözde askerlerinin saldırısına maruz kaldı. أنا صليت الفجر في الأقصى وجيت عهان عشان أشوف شو راح يصابوا فأجيت وقفت عند قبر سيدي عشان أحمي وأحمي كل كبور فيعني أجت جاء الجندي علي أجت بيقول لي أنت ممنوع توقف هان قلت له أنت ما لكش خاص أنا وقت ما بدي باجي وقت ما بدي بطلع وقت إيش بدي بعمله أنت ما لكش شيء هان عشان تقول لي روح وتعال وسوي أجي أخذ مني الهوية بعد خمس دقائق بكل اللي بتطلع قلت له بديش أطلع هات الهوية ما رضيش أعطيني الهوية رحت له عاود رجع لي جاب الضابط والضابط بقول لي أنت ممنوع تقعد هنا أنت بتخرب على العمال بقول أنا بخربش على الأولاد الحرام اللي زيي هو بقول لي ليش بتحكي بقول له قلت له أنت بدك أنت هيك خليتني أحكي يعني له بقول لي يلا قوم من هنا قلت له بديش أقوم حط الكلبشات في إيدي وحطني على الشجرة قاعد يفتش في وفي الأخير راح طلعني يعني الكلبش طلعني هان فك الكلبشات من إيدي و... أنا اللي بخليني أجي هان اللي بصير يعني عشان كبر سيدي وعشان كل كبور فأنا يعني انحريت يعني ما استعملتش إني أشوف كبر سيدي بينجرف و... وأسكت الأموات مش خلصين منهم والأحياء مش خلصين منهم والأسرى مش خلصين منهم الشهداء مش خلصين كل العالم مش خلصين منهم فأنا بناشد كل أهل القدس إنهم يتوجهوا لمقبرة باب الإسباط يشدوا الرحال إلى مقبرة باب الإسباط كما شدوا الرحال إلى مسجد الأقصى